آخر جزئية. لكن كارينو في ناس دخلوا موضوع انه وش دخل ميثاق الشرف في الموضوع، يمكن توضح لي؟ ما أنا بالنسبة لي كارينيو مدرب جيد، مدرب رأيت جال منه سوء الشباب. تعامل، نتائج، طريقة لا 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 تغيرت لا المباراة الأخيرة مثلا لا 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 كان في شوف، شيء غريب للأمانة حاول كارينيو، يمشي. لا لا كارينيو، أنا بكل أمانة كارينيو مدرب متميز. كارينيو جاء في وقت صعب للنادي، لو جاء من بداية الموسم ممكن اختلف شيء كبير، لو جاء في ظل عدم وجود 3 إدارات. يعني هو جاء وهو ما اختار الا جانب ولا عسكر من الفريق، هذه نقطة. جاء بداية مع عبد القريني، بعدين الاستاذ طلال، بعدين انا جيت، عمر الغامدي، بعدين خالد المعجل، بعدين خالد الزيت. يعني فكان الوضع يعني ما ساعده كثير. بعد ما استلمنا معه يعني صار فيه تواصل او صار فيه قرب بيننا اكبر، الحمد لله تحققت النتائج اللي صارت، يمكن 6 فوز او 7 او زي كذا. في مباراة الاهلي يعني سبحان الله كانت قاسمة الظهر للكابتن كارينيو، انه صارت خسارة بطريقة دراماتيكية، وخسر العمود الفقري للفريق اللي هو جمال وعبد المجيد الصليهم ومحمد بن يطو. في ناس ممكن تقول لك المفروض فيه بديل او المفروض، في الاخير في شيء اسمه التوليفة. لما انت تستطيع خلق توليفة من 12 الى 13 لاعب وتفقد 3، صعب انك تعمل التوليفة ثانية او تحاول. بس مبرر ان يمشي يعني؟ لا مو مبرر، انا اقول لك انا جاي في الكلام. بعد مباراة الاهلي وبعد فقده ال3 عناصر مهمة في الفريق، جاء بعدها سعد الامير اصيب، حسن معاذ، صالح القميزي قبلهم اصيب كظهير يمين، بعدها حسن معاذ جاء وبرضه اصيب. مباراة الاهلي كان فيعني صار فيه مجموعة من الاصابات. الرجل يعني حماسي مهتم جدا في النادي، لكن بدأ فيه يعني سوء في النتائج، قل الحماس من الجميع، فكان لابد من احداث هالتغيير. بعد ما يعني احنا وصلنا القناعة ان الرجل خلاص ما عاد يقدر يقدم شيء او انه للشباب. يمشي، لا 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 ما عاد يقدر يقدم. ما كان عنده يعني، لا بالعكس هو زعل يعني في الأمانة. وانا اتكلم يعني الاول ما جلست معه يعني قال انا يعني ابغى اكمل معكم الموسم وكذا، لكن يعني ما كان عندنا يعني، وصلنا الى مرحله انه خلاص الرجل ما عاد يقدر يعطينا اكثر، واحنا ما عاد نقدر يعني حتى اللعيبه ما عاد يقدرون يستفيدون من شيء. فحاولنا يعني انه الكابتن خالد يجي كخيار يكمل معنا الموسم، وبعد نهايه الموسم جميل يكون في تقييم كامل. جميل.